زي ما قلنا لحضراتكم مرارا وتكرارا في برنامج الابطال، النادي الاهلي مش بيخرج بس الكوادر من اللاعبين، ولكن عندنا كوادر في كل عناصر اللعبه، سواء مدربين سواء اداريين سواء كل دكاتره، عناصر اللعبه كلها. كابتن محمد السيد مهاراته اللي معانا النهارده ضيفنا، احد ابرز مدربين الكاراتيه في مصر، واللي كان ليه دور كبير في اخراج النجوم. في البدايه بنرحب طبعا بكابتن محمد السيد مهاراته. ازيك يا محمد؟ ازي حضرتك؟ ايه قصه مهاراته دي؟ وانا ما كنت لعيب بقى وانا بلعب. ايه بقى كان مسمينك مهاراته ليه؟ كان زمايلي اللعيبه والحكام نفسهم، يعني الحمد لله فضل ونعمه من ربنا، انا كان ربنا كرمني الحمد لله، يعني كنت بلعب كل حاجه. يعني دي اشاره للمهارات الكبيره اللي عندك. الحمد لله، وكان عندي شمال زي يمين، يعني احنا عندنا لعيب متخصص شمال بس او يمين بس، الحمد لله انا كنت بلعب شمال ويمين زي بعض، احسن من بعض، فضل ونعمه من ربنا عليا من وانا صغير. يعني يمكن ده اسمه مميز، انا ما سمعتوش كتير مهاراته. فضل ونعمه سمعت لعبه سمعتش، انما مهاراته يعني بتهيألي دي بتطلع للحريف. الحمد لله فضل ونعمه، والله ربنا كرم ربنا عليا من وانا صغير، ربنا يعني كرمني الحمد لله، وده فضل من ربنا، وانا احمد ربنا واشكر فضله على النعمه اللي انا فيها الحمد لله. على كل حال، طيب انت لعبت كاراتيه فين وانت صغير؟ انا خالص بدات في مركز شباب صغير في المنطقه اللي انا ساكن فيها، في مركز شباب الاماريه. الاماريه طبعا مركز شباب كبير. الحمد لله وربنا كرمني، وكنت بطل القاهره وبطل جمهوريه لغايه 14 سنه. وبعد كده ربنا كرمني ورحت نادي الجيش من سنه 96 لغايه 2005. تمام. وانا في نادي الجيش 10 سنوات. اول لاعب دولي في نادي الجيش كنت انا الحمد لله. ما شاء الله. لعبت منتخبك؟ لعبت منتخب مصر اول افريقيا في جوهانسبرج في جنوب افريقيا، خامس عالم في اليونان 2001، اول بحر متوسط، اول افريقيا، تاني شرق اوسط في الاردن، فضل ونعمه من ربنا يعني عليا وانا لا اكبر عليك. الحمد لله. طيب هنروح لمجال التدريب، ايه اللي خلاك بقى تروح لمجال التدريب يا كابتن محمد؟ الكاراتيه ده في دمي، يعني الكاراتيه ده في دمي، انا بعشق حاجه اسمها كاراتيه، يعني من وانا صغري انا بعشق حاجه اسمها كاراتيه. انا لعبت كل الرياضات وانا في منتخب مصر لما كنت في معسكر في المركز الاولمبي عشان الكاراتيه، كل رياضه كانت بتساعدني للكاراتيه، كل حاجه، كل كنت باخد كل حاجه من اي رياضه ميزه فيها عشان الكاراتيه، عشان ابقى بطل عالم في الكاراتيه، والحمد لله. طالما حابب هتبدا. الحمد لله وفضل ونعمه من ربنا عليا يعني. طيب مين ابطال تاني غير لؤي وملك اللي كانوا ضيوفنا من الفقره اللي فاتت، مين الابطال تاني معاك؟ مين بيتمرنوا معاك؟ قول لي كده، اديني كده يعني عايزك تستسرد وخد راحتك ووقتك خالص، قول لي الابطال مين بيتمرنوا معاك وحققوا ايه؟ فضل ونعمه من ربنا معايا فاطمه عبد الناصر، دي بطله العالم مرتين ورا بعض، تاني عالم 2019، اول عالم 2022، بطولتين ورا بعض. طول السن ده هي معاك؟ هي معايا اصلا فاطمه معايا من وهي عندها 8 سنين. يا خبر ابيض. وفاطمه دلوقتي ما شاء الله 18 سنه. طب اكبر كنت بتبقى معاها ازاي؟ ولا انت بتاخد بتاخد اللاعب؟ انا معايا من حزام ابيض، انا لعبتي بفضل ونعمه من ربنا عليا. ميزه النادي الاهلي بفضل الله عز وجل ما فيش حاجه اسمها نجم، انت بتروح حتى لو كنت نجم، يعني كنت شغال في النادي قبل النادي الاهلي وانا ابن النادي الاهلي اصلا. لما جيت النادي الاهلي خدت حزام ابيض من اول وجديد، بدات السلمه من اول وجديد تاني. كل دول لعبت من حزام ابيض فضل ونعمه لحد بطوله العالم. فاطمه ما شاء الله 2019 شيلي تاني عالم، 2022 كونيا تركيا اول عالم، اول لعيبه في النادي الاهلي تلعب فاينالين عالم ورا بعض. ده في منهم فتره كورونا في النص، يعني كان المفروض ومعايا طبعا فضل الله عز وجل اسطوره الكاراتيه في العالم عمر اشرف عثمان، ده انا مسميه الاسطوره. كم سنه يا عمر؟ عمر 16 سنه. 16 عمر اول افريقيا اول بحر متوسط اول عرب. بيقول على عمر كده يا عمر ان شاء الله يعني ابقى احسن من مهاراته باذن الله. عمر اسطوره، ده هو كده يعني عمر ده شرف كبير ما شاء الله يعني. عمر وعندي ياسين احمد بطل العالم اللي فات برضو، ده كام ولا ياسين احمد ناشئين وعمر شباب وفاطمه شباب كلهم بيتمرنوا معايا فضل الله، ومعايا ان شاء الله باذنك يا رب، يعني احنا بناخد كل فتره يعني بنخطط في النادي الاهلي عندنا احنا يعني دكتور مراد يعني طبعا ده استاذنا بقى ابو الكاراتيه وقدوتنا كلها مش النادي الاهلي معلمنا، لازم الاول لما جبنا تاني مين اول؟ مفيش حاجه اسمها تاني، احنا نشتغل على الاول. طب مين اللي جاب اول؟ عليك فلان. طب تعالى مهاراته نقعد نتكلم واحد انت، طب ايه الاخطاء؟ طب في ايه؟ في واحد لازم يكلمنا، لازم يقعد معانا يتكلم معانا، احنا بنتعلم منه كل حاجه
دكتور مراد عاصم ده قدوتنا، وطبعا دكتور محمد حسن مدير الجهاز طبعا ده دينامو بقى الكاراتيه في العالم مش في مصر يعني. انا عايز اقول لك ان يمكن صوتك رايح من التزييف. ما فيش ما بيرجعش خالص. اقول لك انا ليه دايما باخد بالي المدربين اللي شغالين وبقى ليهم حماس في الملعب الحمد لله بتلاقي دايما عنده بحه دايما عايش بيها. ليه؟ لانه دايما بينوجه الناس في الملعب بصوته فتلاقي دايما عنده بحه. صدقني لو قلت لحضرتك انا ما اعرفش اشتغل بالصفاره لازم اتكلم باين ما بحسش بيها باين. ففضل ونعمه من ربنا عليا يعني ان ربنا كرمنا يعني الحمد لله. يعني احنا لعبتنا رقم احنا احسن لعيبه موجوده في العالم فضل فعلا لله. احنا احسن لعيبه موجوده في العالم. احنا العالم بيتعلم مننا. احنا لعبتنا فضل الله رقم واحد على العالم على العالم. طيب شعورك ايه لما جيانا جابت الميداليه الاولمبيه؟ دي اسطوره الكاراتيه في النادي الاهلي هي وطبعا دكتور مراد ودكتور مهند طبعا بطل العالم. دكتور مهند ده اخونا وطبعا فرحت حاجه جميله حاجه جميله بتتعامل مع اللعيبه لما بيكون عندنا لعيبه بتيجي ايه ده ايه الجمال ده ايه التربيه دي ايه الاصول دي دي ولاد النادي الاهلي. دكتور مهند دكتور جيانا تربيه دكتور مراد ولاد النادي الاهلي عارفين يعني ايه النادي الاهلي عارفين يعني ايه يقف على الملعب بيلعب بقلب النادي الاهلي